طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم كاتب خطابات صدام حسين وسكرتيره وصحفي يهاجمه قبل موته باسبوعين زوجة قيادي في نظام صدام حسين تحتسي قنينة ويسكي كل ليلة الجزء الاول محمد الزبيدي يقتل المواطنين امام الكاميرا ويعرضها على صدام حسين عبد الجبار محسن السكرتير الصحفي لصدام حسين وكاتب خطابات ومدير التوجيه السياسي في الحرب العراقيه الايرانيه كتب قبل وفاته منذ اسبوعين هذه المقاله كان صدام حسين يزور الناس في بيوتهم كنوع من الشعبويه وشيئا فشيئا كف عن ذلك وكان الرئيس يستقبل المواطنين حسب طلبهم فصار سكرتيره الجديد الوزير الذي لا يعرف معنى الوزاره والفريق الذي لم لم يخدم في الجيش حتى كجندي وصاحب الدكتوراه في العلوم السياسيه الذي لم يقرا كتابا واحدا في السياسه. صار لا يسمح لاي مواطن او مواطنه بمقابله الرئيس من دون ثمن نقدا او عينا وهكذا وعلى حين غر اعلن الرئيس تشكيل جيش القدس من 21 فرقه من المتطوعين ولم يتطوع احد لان الناس يعرفون انه ليس جيشا للقدس. وما هكذا تتحرر القدس بقرار حلم القائد به ليلا، حلم به القائد ليلا، فاعلنوا في الصباح كان العراق يستعد لحرب جديده مع امريكا ايضا. ففي المره الاولى بعد اندحار العراق في معركه الكويت ثارت ضد النظام 13 محافظه من اصل 18، واحتل الناس الشوارع ومباني الدوله. لكن الرئيس جورج بوش سمح للنظام المهتز ان يستعمل كل الوسائل التي بقيت عنده للقضاء على الانتفاضة مع أنه بوش فقد دعا العراقيين إلى الثورة والسبب أن إيران قد دخلت على الخط وخشى الرجل أن تجبر الأوضاع لصالحها أو أن يجد نفسه متورطا في صراع داخلي لا حاجة له به ثم أن حكام الخليج هرولوا إلى بوش طالبين وبالحاب صدام في الحكم لبرهة أخرى تجنبا لما هو أسوأ وهكذا كان ولكن صدام حسين ظل يصر على ان بوش هو الذي طلب وقف اطلاق النار بعد ان كان يخشى الخساره في الحرب وقضى على الانتفاضه بشراسه لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلا وخربت قبور الائمه وقتل الناس واعدموا بالجمله وكان كل عضو قياده قطريه يتباهى بعدد من قتل وكان في مقدمه المتبارين عضو مجلس قياده الثوره محمد الزبيدي كاتب البطاقات في أحد المستوصفات الذي كان يقتل كل من يصادفه وهو يتفقد أرض المعركة ويطلب تصويره بكاميرا التلفاز ليحوز رضا القائد ولشدة اهتمام هذا الرجل بالتلفاز فإنه انهال ذات يوم بالضرب على المصور الذي كان يرافقه لأنه لم يصوره وهو يؤشر بيده ولله في خلقه شؤون وضمت المقابر الجماعيه الالوف كما ضمت معتقلات الرضوانيه الالوف، وكان صدام كامل صهر الرئيس ومرافقه يمارس الرياضه بالتراكسوت في هذه المنطقه، وكانت هوايته المحببه وضع راس احد المعتقلين بماسكه القطعه الحديديه المنجنه، ثم يبدا بالعصر حتى ينفجر الراس، اما لماذا؟ دفن الناس بملابسهم دفن عفوا اما لماذا دفن الناس بملابسهم وفي حفره واحده على سعه ارض العراق وبعيدا عن النجر بمئات الكيلومترات فتلك قصيده حديثه والعياذ بالله وفي زمن الحصار ايضا ظهر عبقري في الاقتصاد دونه ادم سميث ولويس بلان وريكاردو وشاخ ذلك هو حكمة العزاوي الذي كان عضو في القيادة ثم طرد ليعود بزي جديد لقد وجد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن مشكلة العراق تكمن في ضخامة الكتلة النقدية عند الناس والحل يكمن في امتصاص هذه الكتلة بالضرائب والرسوم فأضفى على بؤس الناس بؤسا وراحت الدوائر تتبارى فيما تجنيه بواسطه الشرطه اما امانه بغداد فهي خبيره بالامتصاص حيث راح من دبوه يعلنون في الشوارع والاسواق انه على كل صاحب محل او باع رصيف ان يدفع خمسمائه الف دينار بايصال او لحساب الحكومه واذا أراد من دون ايصال اي للجباد واسيادهم فلن ياخذ منه سوى نصف المبلغ وكان هناك اجتماع مسائي في كل وحدة بلدية لتقاسم مغانم اليوم السعيد أما شرطة النجدة فهي تلقي القبض على كل من معه فتاة فإن دفع المقسوم فيذهب إلى حال سبيله وإلا فإنه يقاد إلى المخفر مع فتاته حتى لو كانت زوجته وفي زمن الحصار أيضا تبرع كبار الضباط بدعوة جميع المواليد حسب جداول معدل لخدمة الاحتياط مع الجميع. قد خدموا أضعاف الخدمة الإلزامية والاحتياط وكان الأغنياء يدفعون فيتكفل الضباط المعني بتسجيلهم التحاق ودائم الخدمة وتسريحهم منها أما الفقراء فيظلون سارحين في ساحات عرضات مراكز التدريب ومن طعام أو لباس عسكري وقد خصصت لكل فصيل أربعين جنديا صابونة واحدة لكن اللواء عبد الرحيم مدير المشاب وقد أبلغ الرئيس من دون حياد بأن يكون جندي صابون في الأسبوع أما مخصصات إطعام الجنود فكانت تخرج من الخزينة إلى الجيوب وكانت بعض الرشاوي عينية مثلا شراء ثلاجة للضابط أو زوج إطارات لسيارتي أو قطعة ذهب لزوجتي أو جهاز تلفاز وكل ما استطاع وبعد أن فاحت الرائحة شكت لجان تفتيش ومضت اللجان تزور مراكز تدريب لكن اشترطت على آمري هذه المراكز حصة من الدخل ليكتبوا تقارير براءة وهكذا كان وبقي العراق عسكريا من المهدي إلى اللحد فما أن يتسرح من الجيش حتى يتلقفه الجيش الشعبي عنوة ثم وراءه جيش القدس ثم فدائي صدام حتى الأطفال حرموا من العطلة الصيفية وشحنوا الى مراكز التدريب وكان الرئيس الذي صار ذات يوم يعلم بكل هذا يرضى عنه كان على العراقيون في ظل الحصار ان يخدم الامه العربيه وهي منشغله بالسياحه والغناء وبيع وشراء اسهم الشركات والى واني اتحدى اي واحد ان ينكر علنا أي من الحقائق التي سردتها منذ انتهاء حرب الخليج الثانيه التي اسمها الامريكان عاصفه الصحراء وأسماء صدام حسين ام المعارك دخل العراق ما سمي نفق العصار المظلم وانسلخ شمال العراق عن بقيه اجزائه واصبح شبه دوله مستقله لا ينقصها سوى الاعتراف الدولي وهنا نقول وهنا نقول لي عبد الجبار محسن والى غير شمال العراق لم ينسلخ واذا انسلخ لفتره معينه فانه بجهود الخيرين العراقيين الشرفاء الشجعان سيعود شمال العراق كما كان العراق سابقا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب عراق واحد حر موحد ويظل هذا متعذرا إلى حد بعيد بسبب أثار مدمرة على كل من إيران وتركيا وسوريا وقرر صدام حسين مبادرة منه سحب أجهزة الأمن والجيش والإدارة من منطقة الحكم الذاتي لكي لا يشغل نفسه بقتال لا نهاية له وبخسائر بشرية ومادية لم يعد العراق قادرا عليها ولكن محاولة جرت للعودة إلى مدينتي أربيل والسليمانية ثم ما لبثت القوات التي دخلت على حين غرا انسحبت بسرعة وقبل أن يلتقط إكرام أنفاسهم ليباشر برد فعل منظم كانت تلك التظاهرة تؤكد القوة ليس غير لكنهم لم تترك أثرا يذكر في الجنوب كما في الشمال منع الطيران العراقي من التحليق وبقي الطيران الأمريكي والبريطاني وحدهما يجوبان سماء العراق ويهاجمان مواقع الصاروخية والمدفعية المضادة للجو والتي كان يجري نقل من مكان لمكان يوما إثر يوم بعد أن حاولت قيادة الدفاع الجوي تنويه عليه فلم تفلح وراح أقطاب الدفاع الجوي والتصنيع العسكري يتبارون في الادعاء بمخترعاتهم الجديدة التي من شأنها أن لا تترك عصفورا يمر في سماء العراق وقد اتضح أن ذلك محظ كذب وادعاءات فارغة وكان صدام يصدقها ويفخر بها برغم علمي بكذبها أو في الأقل عدم جدواها فلقد أصبر الرجل مثل هتلر في أواخر أيامه تواقا لكل زعم وكل كذب ولكل ادعاء يبعد عنه صورة فشل قائد قائد وكان القادة العسكريون المدنيون اشد نفاقا وكذبا من غورن وامتدت لعبة اسلحة دمار الشام لبضع سنين وكثيرا ما كان العراق يرفض تفتيش هذه المنطقة او تلك او اطلاع لجان التفتيش على هذه الوثيقة او تلك ولكن ما ان يسحب حبل قليلا حتى يوافق ومن موافقة لاخرى انتهى المطاف بتفتيش قاعات القصر الجمهوري وغرفي والغز, والغز والغزانات والخزانات وادراج المكاتب وكان واضح ان صدام حسين لم يعد يمتلك زمام عقله وانه فقد كل حصافة ورؤية وكل قدرة على بكل مطلب يخفف عن العراقيين اعبائهم حتى انه سمع من وزير الصحة ذات يوم رأي مفاده ان سبب بيع السلع المستوردة من قبل الدولة في السوق السوداء هو رخص ثمنها بالمقارنة مع استيرادات القطاع الخاص واقترح الوزير أن ترفع أسعار السلع التي تبيع الدولة إلى مستوى أسعار السوق الحرة فتهلل وجه صدام فرحا ونادى بأعلى صوته هذا هو الحل الصحيح لأن الحل الصحيح يثقل كاهل العراقيين أكثر وعندما طرح في مجلس الوزراء موضوع عط سكان البصرة فإن وزير الري قال إن الماء كافي لسكان البصرة ولم يلبس صدام أن قال فورا إن الماء متوفر في البصرة خلاص مع ان سكان البصره كانوا يتجمعون بالمئات حول كل سياره حوضيه تبيع الماء لقد اصبح ابغض الاشياء عنده ان يرى العراقيين مرفهين او ان حملهم قد خف بالمقابل كان حريصا على ان يتبرع لكل عائله شهيد فلسطيني باضعاف ما تحصل عليه عائله الشهيد العراقي وقد تبرع ايضا في زمن الحصار بالمال لزنوج امريكا المساكين وانشا مدينه باسمه في تركيا مكان القرية التي دمرها الزلزال وكانت تبرعات فلسطين تتم عن طريق قادة الجبهة العربية الميامين وهي جبهة أقيمت لتنافس فتح بقية الجبهات ليس غير وليكون لهم أصبح في القرار الفلسطيني ولم يحدث أن رمت هذه الجبهة قنبلة أو أطلقت رصاصة في حين كانت الملايين من الدولارات تنفق على أقطابها من أموال الشعب العراقي لمواصلة النضال وصار الرفاق قاده الجبل العربيه من اثرياء الحرب الذين يتاجرون بنضال شعب الفلسطيني وكانت زوجه احدهم تحتسي قنينه وشكي كامله من الشيفاز رغال في كل ليله وحلت محل الاموال النقد كوبونات النفط وكانت حصه الاسد لبشير بومعز وهو من اخطاب ثوره المليون شهيد وكان يعرف من كرم الرئيس في كل زيارة للعراق أما آيات سعيد ثابت فلو قصة جديرة بالتسجيل فقد كان يشرف على زمرة تنفيذ عملية اغتيال عبد الكريم قاسم أي أن صدام حسين كان تحت أمرتي الحزبية ذات يوم واختفى عن ساحة النضال ليمارس كتاب كتابة الروايات وهي مهنة جذابة للرجال الناسكين الناس والنساء الباحثات عن الشهرة والمجد بالتنازلات لاصحاب دور النشر والنقاد لكن ايات سعيد ثابت ذهب ابعد فقد كان العراق الوحيد الذي جمع عدد من العراقيين واستاجر لهم طائره تشارتر اقلتهم الى طهران وهناك وضعوا انفسهم تحت امره الحرس الايراني ليقاتلوا معهم جيش العراق لكن حراس الثوره ما لبثوا ان طردوا هذا المتطفل فماذا يفعل؟ لكنه اقترح على آية الله خميني أن يتخلص من الكافرين حوله الذين لا تهموا مصلحة إيران ولا يحترمون حلفائها لكن آيات سعي ثابت لم يستحي بعد كل هذا من يعود للعراق وأن يقابل صدام حسين عدة مرات وأن من يلتمس منه العون في تمويل مشاريعه الإعلانية حتى أنه طلب منه ذات مرة مئة ألف دولار لتمويل أحد إصداراته وكان جواب صدام عن صدق ان البنك المركزي ليس فيه مئة الف دولار وعلى اي حال فانه لم يحصل على المبلغ كاملا فقد حصل على جزء منهم ولم يكن معروفا عن اياد سعيد انه يمارس الاعلام بل كان يمارس جمع المعلومات عن العراقيين المعارضين ليقدمها لصدام حسين وقد اختص بالاخبار عن عناصر القوميه والناصريه لا سيما من شباب الاعظميه الشجعان بما فيهم شقيقه الاصغر وعاد علي بلور بعد غياب طويل تقتضيه استراحة المحارب ولكنه عاد مع ابني هذه المرة ليدربه على التعامل مع العراق وكأن وك همه الحصول على نفط من خلال وزارة الإعلام أما وليد أبو ظهر باع الأحذية في بيروت فهو كالمستشار يأكل في الذهاب والإياب فبعد أن أصبح صحفيا بارعا وصاحب ملهى ليالينا في بغداد والدور السياحية في الحبانية بامتهان تعظيم وتمجيد صدام حسين راح هذه المرة يقبض من حكومات أخرى بامتهان شتيمة لصدام حسين ولقد وافى الأجل الأستاذ عبد الوهاب الكيال برصاصة في قلبي قبل حضور هذا المأتم وقبض ثمن العزاء إلا أن الرجل قد أورث زوجتي البريطانية الملايين من الدولارات من أموال العراق ولا تنسوا مطاع صفدي فقد كان صاحب مركز بحوث الانماء العربي الذي تموله تموله ليبيا واراد مركزا اخر رديفا او احتياطا يموله العراق فعرض انشاء مركز بواسطه ميشيل عفلق مقابل مليوني دولار وعندما صر وكيل وزاره مشاكس على الرفض تنازل شيئا فشيئا مثل باعة البالات الى سبعين الف دولار لكن وكيل الوزارة يعترف الان بانه كان غبيا فما ضروا لو اقتسم المبلغ مع الصفدي مطاع لكان يملك الآن مليون دولار مع فوائده هكذا صار العراق والذين يتعجبون من سقوط بغداد ونظامه في خمسة عشر يوما عليهم أن يتعجبوا الآن لطول هذه الفترة فلم يكن النظام يحتاج إلا إلى دفعة خفيفة ليتهاوى إلى أن نلتقي في الجزء الثاني تقبلوا منا أجمل التحيات